معانا ضيف مميز جدا جدا، كان ليه خبرات على مستوى طبعا الدوري البلجيكي ومنتخب بلجيكا، وليه صولات وجولات مع المنتخب البلجيكي، ويعني لعب 2 نسخة كاس عالم و64 مباراة دولية. معانا عبر زوم طبعا المدرب الكبير فرانكي فيركراوتن. بنرحب بيه على شاشة قناة النادي الأهلي، وهنتكلم معاه على بطولة أوروبا بشكل مميز جدا، ونعرف خبراته ورؤيته ليورو 2020. مساء الخير كوتش. مساء الخير، وأنا سعيد جدا لأن أكون معكم وأن أنضم إليكم في هذه اللحظات الهامة، وأن أعلق على المباريات وأجاوب على كافة الأسئلة لديكم. طبعا أولا احنا بنرحب بيه في شاشة قناة النادي الأهلي، ليجند كبير على مستوى الكورة البلجيكية. عايزين نتكلم معاه، رأيك إيه في مستوى، مش هقول في مستوى البطولة الحقيقية، لكن في شكل البطولة الحالي، بطولة يورو 2020 في 11 مدينة، والمباريات القليلة اللي اتلعبت، شايف نظرتك الفنية ليورو 2020 ازاي؟ أعتقد أن حتى الآن لا توجد هناك مفاجآت كبيرة، حتى الآن هناك أشياء غريبة ربما لأنها يتم اللعب في مدن كثيرة وهو ليس المعتاد، كانت تلعب بالقبل في دولة واحدة، وكان هذا لهذا الموضوع ميزة، ولكن الآن المنتخب البلجيكي يلعب في روسيا ويلعب في مدن أخرى ويلعب في الدنمارك، لهذا الموضوع ليس كما سبق في المباريات من قبل، ولكن ربما هذه فرصة جيدة ليكون هناك منافسات وتحديات كبيرة، وحتى الآن الأمور كانت تسير على ما يرام ووفق للتوقعات التي كانت موضوعة، ولدينا أمال عريضة بالتأكيد، ولكن معظم الوقت أعتقد أن النتائج كانت واقعية إلى حد كبير. صحيح، طبعا على مستوى المنتخب البلجيكي و64 مباراه دوليه، 2 نسخه كاس عالم، ومباريات كثيره في امم اوروبا على مستوى كاريرك، لكن عايزين نعرف كمان رؤيتك والفوز الكبير لمنتخب بلجيكا في انطلاقه اليورو 2020. في البداية أعتقد أن هذا فوز هام جدا لأن تكون الفوز في البداية، والمباراة لم تكن مميزة، ولكن علينا أن نضع الكثير من المجهود في المستقبل، فعلينا ويمكننا أن نفعل ذلك ونحقق ذلك، لأننا كنا نفتقد الكثير من اللعيبة ربما في المباريات السابقة، ويستطيعون المنافسة في المباريات القادمة، ونستطيع أن نسيطر على الملعب لأن لدينا الكثير من اللاعبين المميزين بالرغم من الغيابات وأيضا الإصابات، ولكننا نستطيع أن نسيطر على الملعب، واستطعنا بالفعل أن نفعل ذلك في مباراة مع روسيا. حقيقي على مستوى الغيابات يمكن أهم اللاعبين والحاصل على أحسن لاعب على مستوى البريمير ليج دي بروين غيابه عن هذه المباراة، هل أثر بشكل مباشر على أداء البلجيك رغم الفوز بالثلاثة على المنتخب الروسي؟ أداء اللاعبين كان بالقدر الكافي والقدر الكفء في الحقيقة، وضعنا خطط، كانت هناك خطة مميزة وكانت هناك الكثير من الفرص، لم نكن نريد أكثر من ذلك حتى نحقق الفوز في الحقيقة، اللاعبين قاموا بما يمكن أن يفعلوه بكل كفاءة وبكل واقعية، وكانوا متواجدون وحاضرون على أرض الملعب، ربما في المباريات القادمة سيقدمون المزيد. آخر سؤال عايزين نعرف كمان على مستوى التهديف، لوكاكو طبعا نجم الإنتر وإحرازه هدفين طبعا، ولوكاكو على مستوى السيريا أحرز 24 هدف هذا الموسم، هل من خلال الانطلاقة القوية للوكاكو هل يعتقد أو هل تعتقد أن هيكون لوكاكو هو هداف بطولة أمم أوروبا 2020؟ أعتقد ذلك، ففي البداية لديه قدرات
هائلة وقدم مباريات جيدة حتى الآن، ولديه إمكانيات ولديه قدرات ولديه مهارات، وهو جزء من فريق هام جدا وفريق كبير يستطيع أن يقدم المزيد ويستطيع أن يحرز نتائج هائلة، وكل مدى يستطيع أن يقدم المزيد. فلهذا أنا أعتقد إذا استمر بهذا الأداء الجيد فيستطيع بالتأكيد أن ينافس على لقب هداف البطولة، فهو أيضا يلعب ضمن صفوف فريق يعمل وفق الخطة الموضوعة ووفقا للمعطيات الواقعية، وهناك العديد من الأشياء التي يمكن إذا وضعناها في الحسبان سيحقق هذه النتيجة. طبعا فرانجي المدير الفني السابق للمنتخب البلجيكي، بنشكر وجودك معنا على قناة النادي الأهلي، وإن شاء الله في لقاءات إن شاء الله جاية كتير في هنا معنا في المحترف. شكرا جزيلا.